بقيه تبغيولها الخير تنبغيوها تنقولوا حاد قات كدبر على مصروفها بطريقه ديال الحلال الله يعاونها سواء قليل سواء كثير. شو مالك تخرجي تهضري هكاك في حنا؟ ما دابا انت هي ما منتظرش بان لك لي فيديو عاي تفرج فيهم با جو فيهم ولادها كاملين كلهم واخا تشوفيهم كيضحكوا لك وحدين في وجهك وراهم معاك هادوك اللي كيضحكوا لك في وجهك واحد النهار غيدوروا فيك غادي يدوروا فيك وتجلسي بوحدك اللهم تجلسي محايده احسن لك. حنا كيف ما بغات تكون مراه كبيره انا ماشي كنخرج دابا نعايرك ولا خرج لا 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 وانا ماشي خرج نستغل الظروف لا انا بالعكس انا كنتفرج فيك كان كيعجبني المحتوى ديالك كتبيني داكشي البديه كتبيني دارك كتبيني وليداتك كتمشطي لهم تتبدلي ليهم كتبيني داكشي اللي قديتي عليه. انا براسي كنتعاطف معاك وكنتفرج في الفيديوهات ديالك من الاول حتى الاخر. بعدا العائله كتبغيك كامله وكلشي كيبغيك ولكن ها انت تخسري راسك مع العائله وشتي داك الطرف اللي راكي معاه غيتخلى عليك وتجلسي بوحدك حيت غيعرفوك انك ضربتي في هذا الطرف هذا وهما غيستغلوا هاد الظروف هادي وحنا يسوسوك الا ما يساليوش غلاتهم وملي يسوسوك ديك الساعه عاوتاني انت تلقاي راسك بوحدك. كتبت وحده برافو رقيه كشفت الحقيقه قرصاتكم ها كيفاش قرصتنا الحمد لله ما عندنا حتى شي حاجه يعني وحنا ما عندنا حتى شي حاجه تخبع اصلا المشاكل ديالنا راه باينه. انا كنهضر غير على حنا كنهضر على حنا على حنا مرا كبيره ما عندها علاش تاكل لاصه من عروستها وفي اليوتيوب كنعيا ونحصروها حنا تجلس معانا ما كتبغيش تجلس كتضيف وكتمشي كتضيف عندنا وكتمشي عاوتاني عند بناتها كذلك كتضيف وكتمشي كتقول انا نمشي لداري نمشي للخيمه ديالي هي بهذه الطريقه كتقولها نمشي لداري اللي بغاني يجي يشوفني واللي بغيتو انا غنمشي عنده ضيفه. انا ماشي كنهضر عليها بالاساءه لا بالعكس انا قلت لها حشومه عليك راعي الوجه با راعي الناس اللي كيبغيوك راعي العائله كلشي كيشكرك حنا كاملين كنذكروك بالخير. ما عجبنيش الحال في مره انا راه حنا كيف ما بغات تكون حنا